تلي شاي حضرة العمر. الله يخليك يا كريمة. ودخل عبد الحكيم هجم علينا وجر زينب من وسطنا كده هو كأنها معزة، وإحنا ستات غلابة قاعدين لوحدينا، مفيش راجل في وسطينا. عبد الحكيم عمل كده وأكتر من كده. قال ليه وليه؟ العمدة عثمان عايز يتجوز زينب، هو سمع كده والنار قادت في جتته. قال مين عثمان العمدة ده؟ أنا أناسب عثمان؟ عثمان ده يخش في عيلتنا وياخد واحدة من بناتنا؟ أنا عبد الحكيم أحط إيدي في إيد عثمان العمدة؟ ده لا يمكن أبدا. وحاجات كتير لا مؤاخذة ما أقدرش أقولها. حاجات زي إيه؟ يعني مش قادرة يا حضرة العمدة. لا أقدر يا كريمة واتكلمي. قال إيه؟ لا مؤاخذة يعني. لا مؤاخذة؟ قال إن عثمان العمدة ده رجلته أي كلام كده، ونخوتك ضعيفة ولا بتصد ولا بترد، وما تسويش في سوق الرجالة فص توم. عبد الحكيم قال الكلام ده؟ يختي وأكتر من كده. قال لك اللي هيهوب عند بيت عبد الحكيم هتخه بالنار، وانا عبد الحكيم بقى لا يهمني عمده ولا مأمور، وخد البت وراح طايح. ماشي عبد الحكيم، يلا ان شاء الله تجيبوا كرش بعض. فين عبد الحكيم يا بيت؟ هو في المكتب. اوعي من خلقتي، اوعي. بنتي فين يا عبد الحكيم؟ فين بنتي يا عبد الحكيم؟ عايزة ايه يا كريمة؟ عايزة بنتي. دقيقة واحدة بس، ممكن افهم ايه اللي بيحصل؟ انا اقول لك يا اخويا اللي بيحصل. البيه فاكر نفسه فوق الناس كلها ودايس عليهم برجليه، وان البلد دي ما فيهاش عمدة ولا حكومة يا حكومة. ايه دي يا مرت عمي؟ عشان نعرف نتفاهموا. مرات ايه يا حبيبي؟ من امتى مرات عمك؟ من امتى انت ليك عم ولا ابوك ليه اخ؟ من امتى؟ ها؟ من الاخر بقى بقول لك كده، الراجل ده خاطف بنتي ومخبيها في البيت هنا، وانا عايزه بنتي. هخطف بنت اخوي؟ تتجننت يا كريمه؟ روحي يا كريمه، روحي وعقلي ووزني الامور وحطي عقلك في راسك. اعرف ان اللي بتعمليه ده نار هتاكلك في الاخر. النار هتولع فيك انت وفي جدتك. اهدي يا مرت عمي، اهدي، ابويا هيفهمك. بنات اخوي انا ابوهم دلوقتي، واجب عليا لما يعملوا غلط اصلح الغلط، الا اذا كنت انت مش عارفه تربيهم. الغلط يا عبد الحكيم راكبك من ساسك لراسك، انا بناتي متربيين احسن تربيه. يبقى العيب مش عليهم، العيب عليك انت. انت اللي ما عرفتش تربيهم، وانا بدا اللي حربيهم يا كريمة، حتى لو كان ده مش على هواكي ولا مزاجك. بنهدأوا بس يا جماعة، عايزين نعرف ازاي نحل الموضوع. يا جناب المأمور، انت جاي هنا عشان حاجة معينة وهتنتهي دلوك. الأمور دي أمور عائلية مالكش فيه. نعم مالوش فيها ازاي؟ مش المأمور؟ بقول لك ايه انا بعدي مش اكوى دلوقتي، بنتي مخطوبة من البنت وانا عايزها. حاج عبد الحكيم مروان، خد مرت عمك وفهمها الاصول. تعالي يا مرت عمي. انا عارف الاصول كويس قوي. ايه يا حضرة المأمور؟ ما تتكلم، افتح بقك ولا مش قادر تتكلم؟ يبقى اللي بيتقال في البلد مظبوط 100%. اللي بيتقال في البلد ايه؟ اللي بيتقال في البلد بيتقال في البلد ان عبد الحكيم هو اللي ماسكها، وكلامه بيمشي على الكل حتى عليك انت. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ست كريمة؟ لا كده كتير. كريمة ايه يا كريمة؟ انا كبير البلد، انا اللي اقول ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش، فاهمة؟ واي واحد في البلد هنه يسمع كلامي. عارفة ليه؟ لان كل واحد في البلد ليا جميل عين. عرفت عبد الحكيم يقدر يعمل ايه؟ الكلام اللي بتقوله ده خطير يا حاج. بقول لك ايه يا حضرة المأمور، انا سبتك تقول اللي في بالك، مش عشان انت عايز كده، عشان انا موافق على كده. قلت برضه عبد الحكيم حضرة البيه المأمور
راجل محترم واجب علي أن أسمعه، بس مش خوف منك. الله 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 على اللي انتوا بتقولوه الحلو ده. يعني انا دلوقتي اما عاوز اخد حقي، اخد حقي من مين لمؤاخذه؟ اخد حقي من مين يا سياده المامور؟ كريمه خلي بالك من كلامك. لا يا راجل بتتكلم بجد؟ ما تقول لي هو ان الكلام ده خطير، ولا انا كلمتي لمؤاخذه اللي وقفت في زورك؟ بس انا هاخد بنتي، يعني هاخدها، انا هاخد زينب بالنار بالدم باي حاجه، هاخدها يا عبد الحكيم. الكلام اللي قلته ده خطير يا عبد الحكيم، وكان لازم تعمل اعتبار لوجودي. الموضوع ما يخصكش يا حضره المامور، الموضوع ده يخص البيت واللي فيه. وانا قمت بواجب الضيافه ما قلتليش انت كنت عايز تسال جبري يعني. اوعى يا مروان اوعى، سيب يدي شلت انت ولا ما تجننتش. اهدي خلينا نقعد ونتفاهم. نتفاهم على ايه؟ زينب فين يا مروان؟ يا زينب يا بنت، يا زينب يا زينب بنتي فين؟ عايزاه يا ولي. ولولو عليكي من بدري يا بعيدة. اطلعي فوق يما، اطلعي فوق. روح شوف ابوك يمكن عايز حاجة وسيب لنا الليلة دي. اطلعي فوق احب على يدك. مادام ما طلعش من المكتب يبقى هو عاوزنا نشوفنا على الموضوع ده. روح شوف. روح شوف. لا خليك واقف يا مروان، خليك واقف عشان تسمع وتعرف اللي ما عرفتوش وما سمعتوش، واللي عبد الحكيم كمان ما يعرفوش ولا يمكن عارفه ومطنش. اللي هو ايه؟ عبد الله مات ازاي يا جبريل؟ يا قلبي الله يرحمه ويحسن اليه. هو مش مستني دعواتك يا حبيبتي، هو مش مستني دعواتك. قولي لابنك عبد الله مات ازاي؟ ابنك اللي فاكر نفسه خايف على بنات عمه وبيحميهم، قولي له عمه مات ازاي يا جبريه؟ وانا كنت الحكيم ولا كنت الحكيم؟ ما كنتش الحكيم، كنت عزرائيل اللي بيقبض الارواح. قولي لابنك موتي عمه ازاي؟ امك هي اللي قتلت عمك يا مروان. اهدي بس، ايه اللي بتقولي؟ اهدي الامور ما توصلش لك ده. اهدي انت عايزه ايه تاني يا ولية؟ انت ما بتتهديش ابدا، عايزه مننا ايه تاني؟ مش كفايه خليت اخويا عبد الله يعيش بعيد عننا؟ مش كفايه ابوي مات غضبان عليه بسببك؟ تعالي يا ريتال تعالي شوف امك، عايزه البيت ياكل في بعضه. امك دي هي اللي عملت لي عمل عشان توقف حالي وتجهرني على روحي. امشي يا كريمه. ماما عشان خاطري، عشان خاطري امشي دلوقتي. انت تخرسي خالص، مش بحسحشك، انت خلاص بقيتي منهم، بقيتي شبههم، انت مش بنتي، انا اعتبرتك موتي. موتي. لا يا ست الستات، اللي يطلع من تحت عباية الكبير هو اللي يموت ويدفن ومالوش عندنا عازة. بصي يا كريمة، انت بالنسبة لنا موتي وشبعتي موت من زمان، لكن البنات دول من صلبنا ومش هنسيبهم لك تبيعي وتشتري فيهم زي ما انت عايزه. تصدقي ان انت عايزه تتربي من اول وجديد؟ ايه كفايه، اطلعي برا، اطلعي برا دلوقتي وما تخطيش البيت تاني، اطلعي.